بعدها يا جماعة الشعب ما سكت، وهذا الشيء أداه إلى السجن لمدة 15 سنة. السلام عليكم، معكم دايل ومقطع جديد، وهذولي هم العشرة اللي فازوا بالدولار. مبروك عليكم، شيكوا دايل تشوفوني مكلمكم. المسابقة ما انتهت يا جماعة، كل شهر بيكون في $1000 أوزعها بين 10 من المتابعين. يوتيوبرز دخلوا السجن، لا يا جماعة مو بأنا، يوتيوبرز غيري. يوتيوبرز دخلوا السجن وحياتهم عادت صارت طبيعية. هذول يا جماعة 10 يوتيوبرز دخلوا السجن، وراح نعددهم من اليوتيوبرز اللي بس جلسوا 3 ساعات واليوتيوبرز اللي انحكم عليهم 50 سنة. البداية عندنا سام بيبر وآيس بوسايدن، هذول الاثنين دخلوا السجن لأسخف سبب ممكن. اليوتيوبرز هذولي قرروا انهم يجلسون جوا اللاما حقت فورتنايت نفسها، وانهم يدخلون ايفنت يسمى بفيدكون، ايفنت قد رحت له قبل وصورت فلوق فيه، من اكبر الايفنتات لليوتيوب. طبعا اللي ما يدري ايش الفيدكون شباب، فيدكون عبارة عن تجمع لكل اليوتيوبرز بالعالم، انهم يقابلون بعض، يتكلمون، ياخذون اكسبيرينس من بعض، وهذا التجمع يكون لمده 3 ايام. المهم خطتهم انهم يدخلون الايفنت من غير ما السكيورتي يلاحظ انهم جوا اللاما، وهم جوا اللاما كانوا يصورون بث. يا جماعه انقفطوا بسرعه، فعليا واحد من المتابعين دق على فيدكون قال اسمعوا سام بيبر جوا اللاما كذا كذا كذا. بعدها جاء السكيورتي مع الشرطه وانحكم عليهم 2 سنة بروبيشن. بروبيشن يا جماعه بكل بساطه هو انك هذه السنتين انت لازم ما تغلط، اذا خالفت القانون في هذه السنتين راح تنسجن. وغرموهم $50,000 80 ساعة يخدمون فيها المجتمع، ينظفون الشارع، يساعدون بالجمعيات الخيرية، اشياء كثير. سام بيبر وايس بوسايدن سجنتهم كانت غبية، بس مو بغباء سجنة لوغان بول. 2017 لوغان بول كان غير، لوغان بول كان متخلف. الفترة ذي كان يصور فيها فلوجات وكان يزعج المجتمع، كمثال راح ايطاليا فصخ في الشارع، صور اللي يشتغلون بالهوتيل هم ما يبغون يكونون قدام الكاميرا. ولما لوغان بول راح لمكان اثري في ايطاليا، فهذاك المكان في قانون انه ممنوع تطير درون، فايش سوى لوغان بول؟ طير درون. فاول ما طارت الدرون جنود الحرب في ايطاليا اخذت الدرون، والشرطه حصلت لوغان بول وسجنته ليوم كامل. يوم كامل عادي لانه ما واجه اللي واجهته سنايبر وولف. سنايبر وولف يوتيوبر عملاق، انشهرت ايام الترند لما يكون في جيم بلاي وتقول قصه فوق الجيم بلاي. بكل بساطه سنايبر وولف كانت كومنتيتر. قبل لا تنشهر سنايبر وولف في سنه 2013، سنايبر وولف مسكت بتهمة سرقة. دايلر سرقة؟ اي نعم يا جماعة سرقة. سنايبر وولف يا جماعة شرحت في مقطع الموضوع كامل، وبكل بساطة سنايبر وولف كانت تمشي بالسوبر ماركت، السكيورتي شك فيها، قال لها افتحي شنطتك، قالت لا ماني فاتحة شنطتي وهربت. السوبر ماركت كلموا الشرطة، والشرطة شالت سنايبر وولف وانسجنت 3 ايام. القصة يا جماعة ما تتصدق، لان اذا انت ما سرقتي ليش بتهربين؟ واذا هي ما سرقت ليش بيسجنونها؟ لكن يا جماعة هذه مو المرة الأخيرة اللي انسجنت فيها سنايبر وولف. سنايبر وولف انسجنت ثاني مرة سنة 2016. سنة 2016 يا جماعة سنايبر وولف غردت في تويتر وكتبت ان الجيران اتصلوا على الشرطة لانهم سمعوني وانا اصارخ. وبعدها سنايبر وولف نزلت مقطع عنوانه ارستد انسجنت. في المقطع يا جماعة سنايبر وولف كانت تشرح ان ليش انسجنت. فذيك الليلة يا جماعة سنايبر وولف وحبيبها قاموا يتهاوشون، فهي قامت تصارخ، بعدين الجيران قالوا شو السالفة، اكيد في مشكلة، اتصلت على الشرطة وانسجنت. وبعدها سنايبر وولف قالت كيف يعني انا ما اقدر اصارخ ببيتي. ونفس سالفة 2013 يا جماعة، السالفة ما تتصدق، في موضوع في انه طبعا سنايبر وولف بزاوية، ويوتيوبر ثاني اسمه ريست زاوية ثانية تماما. ريست يا جماعة انسجن 15 شهر، ليش يا دايلر؟ انا اقول لك. ريست يا جماعة انسان جدا ظريف، يوم من الايام ريست قرر انه يسوي مقلب، وعلى مين؟ على واحد مشرد في الشارع هوملس. فقال ايه انا عندي فكرة مقلب، اشيل الجزء الابيض من الاوريو، احط معجون اسنان واسكر واعطيه المشرد، تخيل بيجيه تسمم. بياخة يعني، كافي ان المشرد حياته مزرية. ولا يا جماعة ريست ما انتهى هنا، لازم يضيف بهارات. قالوا في نفس المقطع يا جماعة انا قاعد اعطي الهوملس معجون اسنان علشان يقدر ينظف اسنانه، يعني غير انه بيسممه قاعد يقول ان هذا الانسان قذر وسخ. وبعدها يا جماعة الشعب ما سكت، فوق ال 120 الف شخص في اسبانيا صوت ان ريست ينسجن. وبصراحة زين يسوون فيه 15 شهر يتعلم فيها وينقرص عشان يبطل محتوى نفس كذا. وغير انه انسجن، المحكمة قالت لازم تدفع للهوملس 20 الف يورو تعويض، وراح نعطيك باند من السوشيال ميديا لمدة 5 سنوات. بيلي اند ايفا يوتيوبرز عندهم قناعة عائلية. بيلي اند ايفا يا جماعة كانوا دائما ينزلون
صور سيارات فارهة وبيوت وإلى آخره. لكن يا جماعة فلوسهم ما كانت كلها من اليوتيوب. يوم من الأيام بيلي أنيفا نزلوا مقطع عنوانه انسجننا بدون سبب. بعدها بشهر يا جماعة انكشفوا بأنهم يسرقون هوية شخص ثاني، وأنهم قاعدين يسرقون من أموال الدولة، وأنهم داخلين حساب 1400 مواطن من غير أي موافقة. فبعدها يا جماعة بيلي أنيفا نزلوا مقطع، وبيلي كان يقول هذه الطريقة اللي أول كنت أسوي فيها فلوس، كنت أسرق هويات الناس وأسرق من حساباتهم، أنا عارف أن هذا الشيء غلط وإلى آخره، وأن بصراحة هذه كانت الطريقة الوحيدة أني أجيب فيها فلوس. فالمحكمة إيش قررت؟ قررت أن تسجنهم لمدة 3 سنوات. غير كذا يا جماعة المحكمة قررت أن بيلي وإيفا لازم يدفعون 49,000 دولار ويرجعونها للناس. لكن بصراحة قضيتهم مو بنفس قضية اليوتيوبر الروسي رازن هلبرزوزاوسكي. اسمه صعب، مستحيل مستحيل حتى لو ذاكرة يومين اجيب اسمه. اليوتيوبر هذا يا جماعة انحكم 3 سنوات ونص. اليوتيوبر هذا يا جماعة بكل بساطة صور فلوج هو يلعب لعبة بوكيمون جو جوا كنيسة، ومش اي كنيسة، كنيسة قديمة يعني الشعب يقدرها بشكل مش طبيعي. سواء ايش كانت ديانتك، موضوع الديانات والى اخره، لا تتكلم عنه في السوشيال ميديا. هو مو بس تكلم عنه، قام ينتقد هذه الكنيسة، وقام ينتقد كذا، اليوتيوبر هذا يا جماعة لقم 3 سنوات ونص على موضوع جدا غبي، فعليا قاعد يلعب بوكيمون جو جوا كنيسة. جن ذا بيست يا جماعة لقم اكثر من اللي الخمسة اربعة ما ادري كم واحد عددت قبل شوي. جن ذا بيست يا جماعة كان انسان جدا طبيعي، وبعدها حياتها تغيرت بعد وفاة امه. اول مرة دخل فيها السجن كانت سنة 2009، كان يتضارب مع الحارس حق الكلوب. بعد هذه السجنة انسجن مرتين بعد، يعني صار كذا تقريبا انسجن 4 سنوات. جماعة شوفوا الباي حق جن ذا بيست. المهم يا جماعة في اخر سنة انسجن فيها جن ذا بيست جلس وفكر، وانا لما اطلع راح اكون انسان كويس، وراح اقول الناس عن قصصي، واكون انسان صالح، واكون قدوة. فجن يا جماعة طلع من السجن وصار مدرب رياضي، وصارت الناس تشترك عنده، وبفضل اليوتيوب والانستغرام جن حياته تغيرت تماما. وهذه يا جماعة من الاشياء الرهيبة اللي السجن تعلم الشخص، لانه جوا ما عندك شيء غير انك تفكر في المستقبل، ايش بتسوي، ايش بتبني. فموضوع جدا جميل انك تشوف انسان نفس جن يحول حياته البائسة حياة يحبونها فيك الناس، وطلع فلوس من ورا شغلك وبتعبك كذا. يا جماعة جن صار عنده عزيمة، صار عنده رؤية. فما ادري، الموضوع جدا رهيب. بس تدرون وش اللي مو رهيب؟ سوسي وهني. هذول الاثنين يا جماعة انحكموا 7 سنوات بسبب مقلب يوتيوب. الموضوع يا جماعة بكل بساطة، هذول الاثنين قرروا انهم ينزلون مقطع 24 ساعة في مكان معين. يا جماعة أنا ويوتيوبرز كثير سوينا هذا التحدي، بس تراه كذب، ما أحد فينا جلس 24 ساعة صدق. فهذول الاثنين من غبائهم شافوا إيش يسوون اليوتيوبرز، وقالوا إحنا بعد بنسوي التحدي. ففعليا جلسوا 24 ساعة وطلعوا الصباح، وقاموا يضحكون ويستانسون. بعدها بكم يوم انسجنوا. بس تصدقون ما حس يستاهلون 7 سنوات. 7 سنوات مرة كثير يا جماعة على موضوع غبي نفس كذا. بس 7 سنوات هذه يا جماعة ولا شيء لليوتيوبر ويز واستن. اليوتيوبر هذا يا جماعة لقم 10 سنوات في السجن، وطلع وغير حياته وصار مليونير. مو مليون واحدة ولا مليونتين، مليونير. طبعا ويس قبل السجن كان اوريدي مليونير، بس الفلوس هذه كانت فلوس حرام. المهم بعد 10 سنوات طلع من السجن وفتح له قناة يوتيوب. محتوى القناة يا جماعة صار قصص، ويس صار يقول قصص عن الفترة اللي جلس فيها بالسجن. وغير محتوى القصص يا جماعة، ويس صار يدرب الناس انهم كيف يصيرون مؤثرين صح. وغير كذا بعدها نزل له كتب وصار مليونير. واخيرا وليس اخرا، اليوتيوبر المكسيكي جيرمان. اليوتيوبر هذا يا جماعة كان خاطب حماسي motivational speaker، وهذا الشيء اداه الى السجن لمدة 15 سنة. المهم كان خاطب حماسي ويعلم الناس عن البزنس والى اخره، لين جاء اليوم اللي خطف فيه ولد. بعد ما خطف الولد بيومين يا جماعة انمسك وانحكم 15 سنة في السجن. بس يا جماعة هذولي 10 يوتيوبرز دخلوا السجن. لا تنسون اللايك سبسكرايب شير. كان معكم دايدل، سلام. الجيف اواي لا تنسوا. سلام. ابغى تطيح.